تعليقك على يعني موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الآن دعمه يعني الإبقاء على هذا الاتفاق، هل ترى ربما يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يؤثر على قرار ترامب أو العكس؟ لا، لن يستطيع. لقد حاول الزعماء الأوروبيون حتى حضروا جاءوا إلى واشنطن شخصيا، يعني جاء الرئيس الفرنسي ماكرون قبل أسبوعين، ثم جاءت بعده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم بالأمس أو قبل يومين جاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى واشنطن في مساع لمحاولة إقناع الرئيس ترامب عن قراره هذا دون جدوى. إذن الاتحاد الأوروبي موقفه معروف، الأوروبيون موقفهم معروف، الأوروبيون يقولون نعم هذا الاتفاق الأصلي له عيوب ولكن ليس هناك بديل أفضل، وعلينا أن نتمسك بهذا الاتفاق الآن مع العمل على التوصل إلى اتفاق منفصل يأخذ بالاعتبار الأنشطة الإيرانية التخريبية في المنطقة وأيضا البرنامج الصاروخي الإيراني. طبعا في نهاية المطاف أنا أعتقد، وهذه الحقيقة الواقعة يعني، في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يكون له وجود بعد أيام قليلة لسبب بسيط، وهو أن الأوروبيين الذين يرغبون في الاستمرار في الاتفاق سيكون عليهم الاختيار، إما أن يتعاملوا تجاريا مع إيران وإما أن يتعاملوا تجاريا مع الولايات المتحدة. السوق الأمريكية كما نعلم أكبر وأوسع مئات المرات من السوق الإيرانية، إذن خشية توقيع معاقبة أو عقوبات أمريكية على الشركات الأوروبية والحكومات الأوروبية إذا استمرت في التعامل مع إيران بدون شك الأوروبيون سوف يبدأون بالتالي هم أيضا في الانسحاب تدريجيا عن إيران. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عاطف.